مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين، والفريقين من عرب ومن عجم. There's no space, Papa. أوذيت في الله لم تهزم ولم تهيني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. ترقى إلى أن نلت منزلة، ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوم سيل لم تدرك ولم تراوي. Thank you.
And ladies, Baba. That's the ladies. Sorry, ladies, Baba. No, it's only ladies. याद रखिए कुरान करीम को अल्लाह ताला ने दो बार नाज़िल किया। कितनी बार? दो बार। एक बार अल्लाह ने मुकम्मल कुरान करीम को लौह महफूज से आसमान दुनिया तक उतारा था, सिर्फ एक बार। और बात कौन सी की? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله رب ليلة القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک اور پھر آسمان دنیا سے نبی کریم بولیے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ کتنے سال ہوئے قرآن کریم کو نازل کیا؟ تقریباً 13 سال، 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ میں. جب بھی قرآن کریم نازل ہوتا آپ 4 یا 5 I don't know, Baba.
No, there was a battle here. There, in that mountain, there was a battle, and the Christian versus Muslims. Yeah, and في النجوم مولاي صلي وسلم.